من حقك مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام ومجددين اللقاء بكم في برنامج من حقك، معي أنا عادل برباع، ويسعدنا أنكم تكونوا دائما مستمعين لنا ومتابعين لإذاعة ألف ألف أف أم، سواء عبر المذياع عبر الترددات المتنوعة في كل مدينة ولها تردد، وكذلك عبر الرابط الإلكتروني www.alifafm.com، وكذلك بإمكانكم تنزيل التطبيق الخاص بالإذاعة حتى تسمعون وين ما كنتم. سجلوا هذا الرقم عندكم دائما، تقدروا تقدموا أسئلتكم وطلب استشاراتكم على هذا الرقم. في برنامج من حقك راح نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم عبر واتساب الإذاعة 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. لا شك مستمعينا الكرام الوقف أهم دعامة للقضاء على المشكلات، سواء كانت صحية أو اجتماعية للأمة، وهو مخزون استراتيجي للأمة في الأزمات والطوارئ، وهو تربية كذلك للمجتمع على القيام بأكثر حاجاته وتحقيق كفايته من العيش الكريم، وبالأوقاف تملك الأمة قرارها. الحديث عن الأوقاف، أكيد بنسمع عن الأوقاف، لكن نريد أن نعرف أكثر وأكثر حتى من وجهة النظر الشرعية والقانونية للأوقاف، لما يعني إلى أهمية الأوقاف حقيقة في حياتنا، وأكيد مع الأستاذ الكريم غسان غازي عنبر من خلال أيضا شركة غسان عنبر وشركاه للمحاماة، نسعد أن يتواجدوا معنا في حلقات هذا البرنامج من برنامج من حقك. وموضوعنا اليوم عن الأوقاف، حياك الله والحاجة أستاذ غسان، وسعداء بوجودك معنا. الله يسلمكم ويبارك فيك أستاذ عادل، وأنا شاكر لإذاعة ألف أف أم استضافتها لي للمرة الرابعة، حياكم الله. أستاذ غسان، نحن بداية نتعرف عن الأوقاف، ما هي الأوقاف؟ الأوقاف هي بتنصب على العقارات بشكل عام لضمان استمرارية العوائد من هذه الأوقاف. ففي أوقاف الشخص لما بيكون يملك عقار أو يملك بئر أو يملك أي شيء مدر للأموال، بيوقف هذا العقار، سواء كان الوقف للمنفعة العامة لجمعية خيرية لأعمال الخير، لصالح الدولة، لصالح الحرمين، لصالح فئة معينة، أو بيوقفوا وقف خاص على ذريته، سواء أبناؤه، أبناء ظهور، أبناء البطون، حنتكلم عنها إن شاء الله تفصيلا، أو يكون وقف مشترك. فبيلجأ بعض الأشخاص إلى وقف مبنى أو عمارة أو أي شيء يملكه لعدم الإمكانية بيع هذا العقار نهائيا، فهو بيوقف العقار هذا، بيكون عنده جميع التصرفات متاحة باستثناء عملية البيع. هذا تقريبا يعني شرح مختصر بسيط عن الوقف. طيب ممتاز جدا. إذا كنا بعد معرفتنا عن الوقف، بارك الله فيك أستاذ غسان، هل الوقف أنواع أم هو نوع واحد؟ لا، في عدة أنواع للوقف، منها الأوقاف العامة اللي هي زي ما قلت لكم بتكون للجمعيات الخيرية، لأعمال الخير، لأوجه الخير، وبيكون القائم عليها يا إما شخص بيعين الواقف أو بيسند إلى هيئة الأوقاف، هي اللي بتكون مشرفة على هذا الوقف، أو يكون وقف خاص بيوقفه على ذريته ويعين عليه ناظر، برضو حنخش على موضوع النظارة بعد شوية، أو يكون وقف مشترك. فعلى سبيل المثال الآن لو في شخص عنده عمارة مكونة من 12 شقة، فبيجي يوقف يقول هذه العمارة أنا أوقفتها بالطريقة الفنية 6 شقق لأعمال الخير و6 شقق على
ذريتي أبناء الظهور أو يقول أبناء البطونة. وهنا نجي نعرف أبناء الظهور اللي هم من يحملون الاسم من ذريته. أبناء البطون أبناء البنات، لأن يعني ممكن البنات بيتزوجوا أشخاص ثانيين ما هم حاملين نفس اسم العيلة، فبرضو بيستفيدوا منه. فبيقول أنا أوقفت العمارة دي يا إما بالكامل أو 20% منها أو 30% منها لوجه الخير، والباقي على ذريتي. وممكن يجي يشترط في الوقف أن يقول لعدة أجيال أو إلى أن ينقرضوا، أو يقول أنه أبغى الوقف هذا لأبنائي وأبناء أبنائهم. نعم. طبعا في عدة شروط اشتراطات بيشترطها الواقف، منها على سبيل المثال طبعا ما نقدر نحصرها كاملة، انه بيجي يقول والله اول شيء بيتعين ناظر الوقف هذا. نعم. والناظر هذا يا اما يكون مثلا احد اكبر ابنائه او اخوانه، او بيختار شركة او ممكن محامي او شركة محاماة او جهة حكومية او مجموعة نظار بيدير الوقف هذا. يقول الناظر يستحق 5 أو 10 أو 8% من العائد للوقف. نعم. بعدين الناظر إيش دوره؟ بيعمل صيانة وعمارة للوقف هذا عشان يتأكد من استمراريته. بعد ما تنخصم المصاريف الصيانة هو بيحدد الباقي، مثلا يقول 10% للجمعية الخيرية والباقي على ذريتي. وممكن اشترط للذكر زي الأنثى، أو للأنثى ضعفين، أو للذكر ضعفين. هو كمالك لهذا الوقف هو بيحط الشرط حقه. وطوال فترة حياته طبعا ممكن أنه هو يطلب تعديل الشروط هذه. أيوة، يعني من فترة لفترة يقدر يعدل. يقدر يعدل هو صاحب الوقف، هو فقط ما يقدر يبيعه. أيوة. هو بيستنفع منه طوال حياته. أيوة. بعد وفاته بنروح للشرط اللي حطه على الوقف. نعم، نرجع للشروط الأخيرة اللي حطها على الوقف. نعم نعم. احنا بقول نتكلم بعد فيما بعد، هل يستطيع فيما بعد الواقف الرجوع في الوقف ولا أو لا، هذه الأمور وغيرها من النقاط راح نتكلم عنها، لكن بعد الفاصل. وأذكركم مستمعينا الكرام، واجهت أسئلة من الآن، يعني بدأ الناس يتكلمون في موضوع الوقف وبدأوا. الله يحييهم. الله يسلمك، وإن شاء الله إحنا راح نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام. وأذكر اللي ما قد سمع رقم التواصل معنا، يقدروا يكتبوا رسالة نصية ويرسلوها على واتساب الإذاعة رقم 0556689001. مرة أخرى، واتساب الإذاعة، ترسل رسالة نصية على الواتساب رقم 0556689001. فاصل نرجع لكم، خلوكم معنا. من حقك مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زال حديثنا عن الأوقاف وشروط هذه الأوقاف ومعايير الناظر الذي يقف على هذه الأوقاف. كثير من الأسئلة والاستفسارات التي نريد أن نعرفها أكثر وأكثر عبر ضيفنا الأستاذ غسان غازي عنبر. الله يعطيك العافية أستاذ غسان. الله يسلمك. وصلنا يعني إلى سؤال كنا قد ذكرناه قبل الفاصل، وهو هل يستطيع الواقف الرجوع في الوقف؟ طالما الواقف أصدر صك حق الوقفية لا يمكن الرجوع فيه بتاتا. إذا أصبح يعني أصدر الصك من المحكمة. نعم. طبعا القاضي بيتأكد، بيقول له أنت حتوقف المبنى هذا، يتأكد منه ويتأكد من شروطه. فطالما أصدر صك الوقفية لا يمكن الرجوع فيه. نعم. هو استغله بأي طريقة كانت في حياته. نعم. وبعد وفاته بيروح حسب الشروط، لكن يقدر يعدل في الاستحقاقات زي ما قلت لكم قبل الفاصل، إنه يقدر يعدل في الاستحقاق، إنه والله ينصرف هنا وينصرف في المكان الفلاني وينصرف أعمال خير للذكر مثل كده، ممكن يختص ببناته فقط، أو يختص في أبنائه، أو يختص في أحفاده. فهو كواقف بيحط الشروط
اللي يرغب فيها، لكن لا يستطيع انه يرجع ويقول ابغى الغي هذا الوقف. نعم، لا يستطيع ان يلغي هذا الوقف ابدا. نعم، الا اذا كان يريد ان يعدل هذا شيء ثاني. يعدل. نعم. في الشروط ما في اي اشكاليه. نعم. طيب، الشروط الواجب توفرها في الوقف، احنا نبغى نسال عن هذا الامر. طيب، من يتقدم اي شخص الى المحكمه اللي الاحوال الشخصيه بطلب اصدار صك وقفيه، بيشوفوا هل الوقف هذا في منفعه بعد وفاه الواقف ام لا. اذا لا توجد منفعه فالقاضي هنا بيقول لك ما اقدر، يعني ما اقبل اني اوقف هذا الشيء. لا. لازم ان الشيء اللي هيوقفه سواء كان عقار، سواء كان بئر، سواء كانت مزرعة، حتى الآن في توجه إنه الأسهم المساهمين في الشركات المساهمة إنها توقف. يعني الآن في توجه وحديث بدور إنه نبغى بعض الشركات توقف جزء من الأسهم، إنه يجي المساهم في شركة معينة، أنا أملك في الشركة دي عدة أسهم، أيوة، أنا أبغى أوقفها، سواء أنا أوقفها لأعمال الخير أو لذريتي، يعني بحيث أنه ما يبغى ذريته بعده تبيع هذه الأسهم أو تبيع هذا العقار أو تبيع هذه المزرعة أو تبيع هذا البئر. تمام. لكن لما أجي أقول وقف سيارة ما أقدر أوقف سيارة، أنه السيارة حتجي لها فترة وتنتهي. أيوة. حتى لما أجي أبيعها ما حلقي لها قيمة. فلازم الشيء اللي أنا حوقفه يكون مردود مالي مقبول، والمحكمة بتراجع الشيء هذا قبل الإيقاف عشان توافق عليه. نعم. طب في أشياء يعني على حسب، يعني بعضها قد يكون شيء علمي، يوقف مكتبة، يوقف كتب، يوقف مصاحف، يوقف يعني أنواع للأوقاف فيها. نعم صحيح، بإمكان الواحد يوقفها. يعني بعضهم قد يكون توفى والدهم ترك مثلا مكتبة عارمة ما شاء الله قوية كبيرة، يعني فيها مجموعة الكتب، وخلاص احنا وقفناها لمن اراد ان يستفيد منها من طلبة العلم والباحثين وغيرها. صحيح، ممكن انه هو يبلغ هيئة الاوقاف. طيب. انه انا والله من تركة والدي في 1000 كتاب. طيب. فتجي هيئة الاوقاف تستلم منه هذه الكتب وتوزعها على المكتبات العامة زي مكتبة الملك عبد العزيز، مكاتب الجامعات، وبتحط على الكتب هذه وقف فلان. ممكن يكون الوقف هذا مجاني. نعم. ممكن هو يوقف شيء الناس تستفيد منه. أيوة. يعني الاستفادة بتعود بالمال، وممكن يقول انه الفائدة المرجوة لأعمال الخير. أيوة. فالشيء اللي حيتوقف لازم يكون اول حاجة مردود، حتى المردود ممكن ما يكون مادي. أيوة. يكون مردود ادبي، مردود علمي. نعم. الناس بتستفيد منه. فهنا هذا هو اللي أنا يعني الناس طبعا الأوقاف سنوات طويلة، يعني من أيام الدولة العثمانية وقبلها، ففي أوقاف موجودة إلى يومنا هذا. نعم. يعني في زي في المدينة المنورة وفي مكة أوقاف الأغوات. أي. يعني الآن أوقاف الأغوات بملايين الريالات، والمستفيد منها كلهم أشخاص يتعدوا أصابع اليد الواحدة. أتوقع عثمان بن عفان رضي الله عنه ما زال موجود إلى الآن، بس ولكن مصارفه لأعمال الخير. صحيح. يعني الأوقاف في كثير، أو الأوقاف بأشكالها العامة زي ما تقولك أوقاف عامة أو أوقاف خاصة. نعم. فبيستمر الأوقاف العامة طبعا الدولة بتكون مشرفة عليه، الأوقاف الخاصة بيتعين ناظر أو مكتب محاماة أو شركة أو شخص من برا بيدير الوقف هذا وبيأخذ الأتعاب حقته اللي محددها الواقف. نعم. أذكر المستمعين الكرام بإمكانهم التواصل معنا إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار حول موضوع الوقف، إذا كان عندكم بعض الأمور القضايا والمواقف اللي تبغوا تتكلموا عنها في مسائل الوقف، ارسلوها لنا على واتساب الإذاعة 055-66-6687 مرة أخرى 055-66-89-001. ما زال حديثنا عن الأوقاف وقضايا الأوقاف والواقف وأنواع الوقف وشروط الوقف وغيرها، اللي تعطينا صورة واضحة بإذن الله مع الأستاذ غسان غازي عنبر.
هنا سؤال كان بيسأل يعني إذا كان ممكن جاوب عليه. سائل بيقول السلام عليكم، هل يحق للواقف تخصيص الوقف لأبناء الظهور من غير أبناء البطون؟ صحيح، ممكن. هو الواقف أي شرط لا يخالف الشريعة والنظام ممكن. ممكن يقول أبغى الوقف هذا لابني، أبغى أيوة. لبنتي، أبغى لحفيدي، أبغى لشركة ألف 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 أم. تمام. يعني هو بيوقف الشيء هذا على الشخص، على جهة معينة، على جهة أو معينة أو فرد معين وذريته. أيوة. ممكن يوقف المبنى ده يقول أنا واقفه على ابني محمد. أيوة. طول حياته استفيد منه، لكن بعد وفاته بيحط التصرف انه يروح لاعمال الخير او ينتقل لذريته. نعم. فهو كواقف عنده حرية تعديل الشرط طوال حياته بعد وفاته. طبعا اي تعديل في شرط الواقف لازم يثبت امام المحكمة المختصة، لانه بتيجي المحكمة المختصة لما بتطلع سكة الوقفية وبتحط الشروط بتيجي تقول في اليوم الفلاني حضر الواقف فلان الفلاني وأصدر تعديل على الصك، تعديل على صك الوقفية بتعديل الشرط الفلاني. نعم. تعديل اسم الناظر، تعديل المستحقين، تعديل النسب حقة التوزيع، إضافة أبناء الظهور، إضافة أبناء البطون. يعني هو يقدر يعدل في الشروط تبعته زي ما يحب طالما هو على قيد الحياة وواعي ومدرك تماما لجميع تصرفاته. طيب ما يدخل موضوع الوقف اني انا لما اوقف بشيء لابني مثلا، انت زي ما تفضلت لفلان معين، معنى انه كانه ادخل شيء من الوصيه لاحد الافراد فصار في تداخل ما بين الوقف والوصيه. لا، الوصيه شيء اخر. ايوه، الوصيه في مال المتوفي بعد وفاته. أيوة. يعني انا عندي انفذ الوصيه بعد الوفاه. بعد الوفاه في فلوس او تركه انتركت. ايوه، ففي وصيه على التركه دي، لكن الوقف تم خلال حياته واوقف المبنى هذا. أيوة. واوقف او اوقف الشيء ده لذريته، فهذا بيخرج تماما عن الوصيه. يعني في اوقاف كثيره، يعني بلاش اجيب اسماء، ما شاء الله من ابد الابدين مستمره، ما زالت مستمره مئات السنين، واعمالها اعمالها اعمال جباره جدا جدا جدا. ايوه، يعني حتى سارت لها هيئات ومكاتب محاماه ومكاتب محاسبين قانونيين قائمين على اداره هذه الاوقاف. نعم، ما شاء الله تبارك الله. من الاسئله هنا بيقول اذا الناظر اصدر اذن من المحكمه بشراء عقار للوقف بمبلغ ثم اتضح ان قيمه الشراء الحقيقيه اقل من ذلك وفرق المبلغ اخذه، هل يعتبر خيانه امانه او اختلاس، ولمن نشتكي أو ماذا؟ حفظكم الله، راح أخذ منك الإجابة بعد الفاصل. أذكركم مستمعينا الكرام برقم التواصل معنا عبر الواتساب، واتساب الإذاعة 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. فاصل، نرجع لكم. من حقك مع عادل بارباع. عودة لكم مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم مرة أخرى. وللتواصل معنا عبر واتساب الإذاعة لأي سؤال أو استفسار ترغبون توجيهه لضيفنا في هذا اليوم الأستاذ غسان غازي عنبر، بإمكانه الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فقط أرسلوا على واتساب الإذاعة 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. وكنا سألنا قبل الفاصل أستاذ غسان الله يبارك فيك أنه موضوع الناظر أصدر إذن من المحكمة بشراء عقار للوقف بمبلغ ثم اتضح أن قيمة الشراء الحقيقية أقل من ذلك وفرق المبلغ أخذه، هل يعتبر خيانة أمانة أو اختلاس، ولمن نشتكي يقول أو ماذا؟ طيب، الناظر في الأساس هو مؤتمن على هذا الوقف وعلى إدارته وعلى تطوير أعماله واستثمار أمواله، فإذا في جزء من
المال موجود لدى المحكمة أو بمعنى المصطلح بيت المال نتيجة أنه طبعا في مرحلة بتسبق هذا الشيء لما يكون في وقف وتم إزالته سواء للمصلحة العامة أو للتوسعة زي الحرمين الشريفين لما بيصير عملية توسع للمباني الحرم فبيتم إزالة مباني المباني هذه كانت موقفة فالدولة بتقدر قيمة هذه المباني وبتزيلها وبتحط أموالها في بيت المال فبيجي الناظر بيقول للمحكمة أنا وجدت عقار في المكان الفلاني بتيجي هيئة النظر تتأكد من العقار هذا ومن صلاحيته بأنه يدر أموال إذا وجدت أن العقار هذا مفيد للمستحقين فبتطلع الإذن بالشراء فبنصادف أنه في بعض القائمين على النظارة بيستغل هذه النقطة وبيجي يتفاوض مع المالك للعقار اللي حيشتريه المحكمة يقول له أرفع السعر مثلا هذا قيمته نحن مقدمينه بعشرة مليون ترى أنت حتاخد ثمانية مليون والاثنين نتقاسمها فهنا صار خائن أمانة يعني خيانة أمانة إذا أثبتت وأثبتوها المستحقين بيرفعوا دعوة عليه في المحكمة لإعادة هذه الأموال فهنا تعتبر خيانة للأمانة اللي هو مؤتمن عليها وتحايل على الجهات الحكومية بأنه أخذ المبالغ دي بغير وجه حق. نعم. طب نيجي على كذا لمعرفة إيش المعايير اللي لابد أن توضع في الواقف للوقف. طيب الواقف أول حاجة إذا كانت عدة مباني أو عدة عقارات في بلدة واحدة أول حاجة أنه هو يكون مقيم في هذه البلدة وحسب الأعمال اللي هو حيقوم بها هل يكون متفرغ لهذا العمل أم أنه بيأخذ منه جزء يعني جزء يسير من الأوقات حقته فلازم يكون موجود في هذه البلد متفرغ للعمل يشهدوا له بالأمانة ممكن أن يكون من المستحقين أو ممكن يكون بناء على طلب من الواقف يعني يجي الواقف الآن بيقول أنه المبنى ده أنا أوقفته والنظار حقونه أول حاجة ولدي فلان ثم فلان ثم فلان ثم الأصلح ثم الأرشد ثم ده بيحط الترتيبات في النظارة ولكن إذا أثبت من المستحقين تقصير من الناظر فهنا بترفع دعوة في المحكمة لعزل هذا الناظر وتثبت جميع الأشياء اللي يعني تؤيد عزله طبعا لما يعزل بيحرم من جميع مستحقاته كناظر ولكن يظل كمستحق وممكن يكون الناظر على هذا الوقف زي ما قلت لك شركة محاماة أو مكتب محاماة أو محاسب قانوني شخص أو إدارة أملاك بتدير هذا الأوقاف فهذولا يتعينوا طبعا المحكمة بتوافق إنه المحامي ده أو شركة المحاماة والمحاسب القانوني أو إدارة الأملاك هم الناظرين على هذا الوقف أيوة طبعا الناظر بيقدم مستندات طبعا كل سنة من ضمنها الحسابات القانونية المراجعة ومدققة بيمسك حساباته بيبين المصاريف حقته بيبين مصاريف الصيانة كل حاجة وبعدين بيخصم مستحقاته وبيوزع على المستحقين يعني حتى التوزيعات بتكون كلها من طريق طرق نظامية والحساباتهم البنكية وكل شيء فإذا في أي إخلال في عمل الناظر واكتشفوا المستحقين ممكن يرفعوا قضية بعزله فالناظر مؤتمن على هذا الوقف نعم قد يكون الناظر فرد أو قد يكون مجموعة أليس كذلك قد نعم يكون لجنة قد يكون فرد مكونة. أو نفر أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة يعني يفضل أن يكون عدد فردي عشان لما يجي شرط ممكن شرط الواقف يقول أنا عينت للنظارة مجلس مكون من ثلاثة من أبنائي أو ثلاثة من ذريتهم زي ما قلت لك شرط الواقف هو
المتحكم أو المرجع الأساسي في عملية النظارة. نعم. وحتى هو اللي بيحدد القيمة اللي بتكون لهم، ولو ما حطها في صك النظارة هنا المحكمة بتقدر أعمال الناظر وبتصرف له هي وبتعدل في صك النظارة. نعم. هنا في سؤال وردنا بيقول السلام عليكم، سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أستطيع وقف فيلا أخذتها من سكني عن طريق البنك لأبنائي؟ يبغى يوقف الفيلا هذه فيما بعد. ممكن، بس أول شيء يغلق القرض حق سكني، لأنه هو الآن الفيلا ما هي مملوكة له، يعني مرهونة لسكني، فأي شيء ما هو مملوك للشخص لا يحق له إيقافه يوقفه. لكن لما يكون عنده ملكية كاملة عليه وما عليه أي ديون وما عليه أي شيء، العقار هذا سليم من جميع التصرفات، هو يقدر يوقفه. أيوة صحيح، هو طبعا الواحد ما يقدر يوقف أي شيء إلا إذا كان هو متملكه. نعم. أي ما يستطيع أن يوقف شيء لسه قاعد يسدد أقساطه، أو يكون ما زال لم يكن في عهدته أو في ملكيته. صحيح. بارك الله فيكم. هنا يقول لماذا لا يتم فرض محاسب قانوني لكل وقف وذلك حماية لأموال الوقف؟ ويقول المفترض يتم تعيين مجلس نظارة وليس ناظر مفرد، وهذا طبعا ذكر والله يعطي العافية المحامي غسان، يقول من باب المشورة وتوزيع المهام ليخف العمل عن الناظر. من قلت لك تعتمد حسب حجم الوقف، يعني قد ممكن تكون الوقف عبارة عن مبنى واحد مكون من 4 شقق. أيوة. أو شقتين، أو تكون مجموعة عقارات متناثرة في عدة أحياء أو في عدة مدن. نعم. فهنا كل ما كبر حجم الوقف وكبرت الأعمال حقته، هنا بيحتاجوا إنه محاسب قانوني ومراجع مالي وأعمال جبارة لإدارة هذا الوقف. لكن طبعا كل ناظر لازم من واجباته إنه نهاية السنة بيقدم حساباته على الوقف هذا. أنا ترى الوقف هذا استلمته في الشهر الفلاني، الإيرادات اللي دخلت بالمبلغ الفلاني، تم خصم كذا على الصيانة بفواتيرها بموجبها بيراجعها. وطبعا تحتاج أنها تكون مراجعة من محاسب قانوني، فالمحاسب القانوني حسب الأعمال ممكن يراجع له التقرير المالي حقه. نعم. بمبلغ بسيط وممكن يكون بمبلغ كبير حسب حجم الوقف، يعني نعم. في أوقاف الأشراف، أوقاف الغالب، أوقاف غوث المدينة، فكلها أوقاف كبيرة جدا تحتاج إلى محاسبين قانونيين وليس محاسب قانوني. أي مجموعة محاسبين. أي. فعلا، لأن الأموال اللي موجودة فيها وعدد كبير من الأشياء المرتبطة بهذه الأوقاف. صحيح. نعم. أذكر المستمعين الكرام بإمكانهم التواصل معنا، لأنه في منهم من يريد أن يستفسر، فبالإمكان أن يستفسروا برسالة نصية يرسلوها على واتساب الإذاعة على الرقم 055-66-89-001. مرة أخرى 055-66-89-001. نتلقى رسائلكم على هذا الواتساب. هنا سؤال بيقول أستاذ غسان، يقول أنه الوالد وقف العماير كلها، 3-2 وقف لنا والثالثة وقف له ولي ولوالديه، وأنا وأخواني ساكنين وزوجة الوالد، أخواتي يقول برا متزوجين، هل يحق الناظر يأخذ من الإيجار؟ وكاتب العمارة الثالثة وقف للفقراء والمساكين ومساكين القبيلة، هل يحق لي أن أخذ منها وأنا موظف وعلي قروض وصافي الراتب حوالي 700 ريال؟ هل ينفك الوقف لظروفنا المادية؟ لا، الوقف ما ينفك هذا تماما. يعني في كثير عدة عوائل أو نظار حاولوا أنهم يوصلوا لإلغاء الوقف هذا. أيوة. فالوقف إذا طالما أصدر لا يتم إلغاؤه أبدا. تمام. هو بحكم إذا كان الناظر وجد أنه أحد المستحقين ممن ينطبق عليهم اللي هم محدودي الدخل أو الفقراء أو الأشخاص اللي حددهم الواقف في صك الوقفية،
ممكن نعم. يصرف له، ولكن تعتمد على الناظر وإجازته لهذا التصرف. يعني في بعض الناس والدهم أو من أجدادهم أوقف زمن الأخ السائل عنده 3 عماير، عمارتين لذريته وعمارة نعم. لمساعدة الفقراء نعم. الناظر أو مجلس النظارة وجد أنه أحد المستحقين ترى ينطبق عليه الوصف حق المحتاج أو الفقير أو ذوي الدخل المحدود، فهنا من منطلق الأقرباء أو الأولى بالمعروف الأقربون فعلا. فأنت أول واحد تستفيد من الوقفة، تستفيد من الوقفة هذا، وبالعكس يعني تترحم بزيادة على اللي أوقف هذا الشيء يعني. لا شك. فمن حقه إذا الناظر أو مجلس النظارة وجد إنه الشروط منطبقة عليه فلا مانع من صرفه. صحيح. ولا داعي لأن ينفك الوقفة أو يفكر في هذا الأمر، لأنه ما حينفك. ما حينفك وهو يستطيع أن يكون من ضمن المستفيدين في هذا الوقت. حتى الناظر لو وجد أن الوقف أصبح غير مجدي أو عمارة انتهت نعم. ما فيها أي فائدة منها، بيتقدم من المحكمة أيوة. بيقدروا قيمة الأرض هذه، شوفوا كم قيمتها، بيبيعوها، بيمسكوا المبلغ بنحط في بيت المال أيوة. والناظر يدور يبحث، معليش أن الكلام عام، بيبحث عن عقار آخر بدرحتك إيه. لا والله الواحد يعني ماشي في الكلام العام المفروض يلتزم يبحث عن عقار يكون مناسب أيوة. ومدر للأموال لما يصالح المستحقين، لأن هو أكيد حيكون برضو من ضمنهم نعم. يعني في أغلب الأحيان بيشتري، بيطلب من المحكمة الإذن بشراء هذا العقار وبتستمر. فهنا إذا كانت في إزالة أو زي ما قلنا الإزالة للمنفعة العامة، لشارع، لتوسعة حكومية، لشيء، فممكن يصير إزالة لهذا الوقف وشراء وقف بديل عنه نعم. وقد تستغرق العملية دي إنه شراء البديل تأخذ عدة سنوات صحيح، لأنه في مباني أمام كانت بوابة الحرم نعم، فكانت دخل حقها عالي جدا. لما جاءت الإزالة فبيبحثوا عن مبنى مشابه للمبنى اللي تم إزالته بالفائدة المرجوة منه نعم. لا يمكن العثور على هذا الشيء صحيح، بحكم الموقع كمان، بحكم الموقع وحكم الفائدة، لأنه كان نعم. يعني كان قدام باب الحرم صح أنه مساحة بسيطة ولكن بيدخل ألوفات الريالات. طب الآن نعم. بعد ما نزال فين أنا أدور أبحث عن مكان آخر بنفس المميزات؟ نعم، بارك الله فيك. ما زلنا في موضوعنا عن الأوقاف مستمعينا الكرام، وأذكركم برقم التواصل بإمكان الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم بعد الفاصل، اكتبوها لنا وارسلوها على واتساب الإذاعة 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. فاصل نرجع لكم، خليكم معنا. من حقك مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زالت ما شاء الله الأسئلة تتوارد علينا، وطبعا احنا وصلنا للدقائق الأخيرة من الحلقة، ودنا حقيقة انه نجيب عن كل الأسئلة، لكن ان لم نستطع ان نتحدث او نستطيع ان نعرض هذه الأسئلة بإمكانكم بالتأكيد وكما تسمعون عبر الفواصل لرقم شركة غسان عنبر وشركاء للمحاماة، وشعارهم الاستشارة خير من التقاضي، بإمكانكم أن تقدموا أسئلتكم بحيث تنالوا الاستشارة المطلوبة على رقمهم 05-899-400، مرة أخرى 05-899-400. هناك فريق بإذن الله تعالى يتلقون هذه الاستشارات ليجيبوا عنها ويردوا على استفساراتكم واستشاراتكم من خلال شركة غسان عنبر وشركاه للمحاماة. أما الأسئلة التي وصلتنا فهي مجموعة أسئلة نحاول إنه إحنا نغطيها خلال هذه الحلقة أستاذ غسان.
طبعا هنا سؤال بيقول بارك الله فيكم، هل يحق للقاضي مخالفة شرط الموصي في تغيير أو في تعيين ناظر إذا شرط على أبنائه ثم الأصلح من أبناء أبنائه وموجود المؤهل للنظارة خبرة وعلما؟ معلش ممكن أعد السؤال؟ يقول هل يحق للقاضي مخالفة شرط الموصي في تعيين ناظر إذا شرط على أبنائه ثم الأصلح من أبناء أبنائه وموجود المؤهل للنظارة خبرة وعلما؟ يعني يمكن إنه إذا شرط قد والله أعلم على حسب حدد إنه يكون الناظر من الأبناء وأبناء الأبناء، لكن في من هو الأصل مو شرط أن يكون هناك بالسلالة لكن عبر الأصلح قد والله أعلم. لا هنا لازم يتبع شرط الواقف. أي في حالة ما هو متوفر شرط الواقف ممكن يدور على الأصلح. أيوة. لكن أنا دائما القاضي بيتبع شرط الواقف. نعم. أي لا بد من شرط الواقف. شرط الواقف يمشي إلا إذا ثبت عدم أهليتهم أو صلاحيتهم للنظارة. نعم. فهنا القاضي ممكن يخالف، يعني إذا جاء الشخص قال لك ناظر ولدي فلان ثم ولدي فلان ثم فلان، إذا كان ولده هذا فلان موجود وعايش وكل حاجة ولكن القاضي وجد أنه غير أهل للنظارة لا قدر الله وجود سوابق أو خيانات أمانة أو اختلاس أو أي شيء، ممكن القاضي يتغاضى عن هذا الشخص ويعين إلا بعده. فهي بتعتمد إيش صلاحية الناظر لتولي هذه الأعمال. جميل. هنا سؤال يقول هل من حق الناظر تعيين ناظر آخر غيره من غير الرجوع للمستفيدين، ويمكن تغيير النسبة اللي يحصل عليها الناظر في حالة كانت جدا عالية، وهل هناك سن معين للمستفيد أن يقدم اعتراض على الناظر بسبب تقصيره؟ طيب السؤال الأول سؤال أيوة. في سؤال واحد. السؤال الأول أنه هل الناظر يقدر يعين الناظر؟ لا هو ما يعين الناظر، هو يعين وكيل له. أيوة. إذا كان الصك النظارة اللي طلع له من القاضي أنه تم تعيين فلان الفلاني ناظر على وقف فلان الفلاني، فهنا من حقه فبيكون عنده أنه هو يعين وكيل لإدارة بعض أعماله. أيوة. يعني أنا الآن ناظر مثلا على وقف في المدينة المنورة. نعم. من حقي أنا في عارض تواجدي في جدة أني أنا أوكل شخص آخر لمتابعة شؤون المباني. نعم. أو تحصيل الإيجارات. أيوة. هذه كوكالة ولكن. نعم. ليس كناظر. نعم. المبلغ أنا المحطوط في صك النظارة أو شرط الواقف أنه مثلا أنا كناظر لي 10%، أنا ممكن أعطي الوكيل حقي أنا أتحاسب أنا وهو. نعم. من مبلغي، لكن أنا ما أقدر أرفع، ممكن أتنازل عن جزء مثلا أنا محطوط لي 10%، أقول لا أنا حأخذ 7% و 3% حرجعها للمستحقين. أيوة. هذا كرم من الناظر. أيوة. إذا كان هو يرى أنه النسبة اللي عنده عالية وبرغبته بيتنازل عن جزء منها للمستحقين أو أي أحد أو أي شخص حسب رغبته، لأنه هذا من حر ماله أو تعبه إلا أقرر له هي الواقف. نعم. ممكن يخفض لكن ما يقدر يزود. نعم. طب السؤال يقول يمكن تغيير النسبة، هذه أجبت عليها، هل هناك سن معين للمستفيد أن يقدم اعتراض على الناظر بسبب تقصيره؟ إذا بلغ فوق 18 سنة خلاص أصبح نعم. كامل الأهلية، بالغ عنده بالغ راشد، غير كده يكون الولي الجبري عليه. نعم. هذا اللي أول سأل على موضوع أنه يوقف إلا إذا أخذها من سكني عن طريق البنك. أيه. فيقول بعد الوفاة تعفى مستحقات البنك صح، فيصير يقدر يوقفه إذا كان من بدري، يقول أنا إذا توفيت هو أكيد أنه بعد الوفاة حيكون ملك للورثة. هنا ممكن أنه هو يسوي وصية. أيوة. لأبنائه أنه يا جماعة الخير ترى وصية لكم أنه هذا المبنى يصير وقف، بس هنا ترجع الوصية أنه ما تتجاوز ثلث التركة. فإذا كانت هنا الوصية تروح حكم الوصية أنها تستمر وتوقف، ولكن هنا فيها خلاف، فما أعتقد أنه حيصير وقف، حتصير كوصية أنه تستمر المبنى هذا للذرية وغيره، ولكن تأخذ حكم الوصية اللي هي الثلث في المال حقه ولكن ليس كوقف. أيوه.
طيب هنا السلام عليكم يقول أنا عندي بيت مناصفة أنا وأختي وكل واحدة لديها صك مشاع 50% يقول وأنا مطلقة يعني هي وأختها 50-50 وأنا مطلقة ولدي بنتين وهي متزوجة وليس لديها أطفال هل أقدر أوقف نصيبي عشان لما أموت ما حد يشارك بناتي من أولاد إخواني وما هي شروط الوقف وهل علي ضريبة؟ لا هنا لأنه البيت هي ما هي العقار ما تملكه 100% أيوة. فما تقدر توقف النصف وإن ترك النصف أيوة. يعني أول شيء لازم تكون الملكية نعم. كاملة عشان هي عندها حرية التصرف أو تحط الشروط حقة الوقف ضريبة طبعا الوقف ما عليه أي ضريبة لأنه هو الشخص مجرد أنه بيحرم نفسه موضوع البيع نعم. هو بيكون مالك للمبنى ده بيستغله زي ما قلت قبل كده بيستغله بالطريقة اللي هو يبغاه طوال حياته بعد جميل. وفاته بينتقل إلى المستحقين حسب الشروط اللي هو حطها رائع هنا سؤال كمان يقول ما هو دور هيئة الأوقاف بالضبط وأيضا هل يشترط للناظر أن يبلغ سن محدد ومتى يتم عزل الناظر بشكل إلزامي بسبب إعاقة أو وصل عمر متقدم وهل يجوز للمرأة أن تكون ناظرة لوقف لو كان شرط الواقف في مضرة للورثة ما هو الإجراء نأخذ واحدة واحدة طيب واحدة واحدة دور هيئة الأوقاف دور هيئة الأوقاف الإشراف على جميع أعمال النظار وإدارة الأوقاف اللي مسند إدارتها لهيئة الأوقاف جميل يعني هيئة الأوقاف بتشرف على أعمال الناظر تتأكد من أدائه المهام وحساباته ودنيا لو وجدت أي إخلال فبتطلب من المحكمة عزل هذا الناظر جميل سؤال الثاني هل يشترط الناظر أن يبلغ سن محدد ومتى يتم عزل الناظر بشكل إلزامي بسبب إذا كان إعاقة ووصل عمره طبعا أن الناظر إذا بلغ عمره فوق 18 سنة وهو مستحق للنظارة فيقدر يمسك النظارة طالما هو مؤهل أيوة. لهذا العمل نعم. إذا وصل عمر متقدم أو إعاقة فهنا المستحقين أو هو يطلب من المحكمة عزله يعني يقدم للمحكمة يقول أنا معين كناظر على هذا الوقف ولا أستطيع أداء مهامي أنا أطلب عزلي وتعيين ناظر آخر نعم. يا إما يكون الناظر حسب شرط الواقف أو المحكمة تحدد ناظر حسب الشرط اللي حاطه الواقف فممكن هو من عنده يتقدم جميل. السؤال اللي بعده هل يجوز المرأة نعم يجوز لو كان شرط الواقف في مضرة للورثة ما هو الإجراء هنا المحكمة المختصة بتراجع هذا الشرط إذا ثبتت المضرة ممكن تلغي هذا الشرط والله في عندنا سؤال كذا سؤال لكن ما نستطيع احنا نعتذر لكن انا حنرسل السؤال لكم لمكتبكم استاذ غسان طيب انا اعتذر حقيقه اللي وصلتنا اسئلتهم ما قدرنا نقراها لضيق الوقت استاذ غسان والله ما مقصر وحط لنا كمان رقمه بامكانكم اذا كان الواحد يبغى يرسل رساله استفسار يرسلها على الرقم 0588-99-400 وان شاء الله استشاراتكم واستفساراتكم محل اهتمام شركة غسان عنبر وشركاء للمحاماة أعيد مرة أخرى وأقول 0-5-899-400 حقيقة يعني رقم مميز يقدر الواحد يحفظه على طول ودائما قاعدتهم الجميلة وحكمتهم الرائعة الاستشارة خير من التقاضي أنا أشكر جزيل الشكر أستاذ غسان الله يسلمكم وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم وعلى المستمعين الله يسلمكم حقيقة وكان بضيافتكم كان في إثراء رائع جميل حول هذا الموضوع عن الأوقاف استفدنا منك بارك الله فيك وشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام على طيب الاستماع شكر للزملاء عمر حسين وكذلك رائد براجي من هذه إخراج هذه الحلقة والشكر مني أنا عادل برباع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.